بسم الله الرحمن الرحيم. نظمت جمعية الأخوة للمساعدين بصيدليات مدينة برشيد يوم السبت 22 فبراير 2014 دورة تكوينية أشرف عليها البروفيسور محمد مستور ممثل مختبر بروموفارم. الهدف من هذه الدورة مع يعني كنشتغلوا مع جمعية الأخوة وهدف تكويني، يعني كنديروا دورات تكوينيه مع الاخوان المساعدين الصيادله، وهذه الدوره التكوينيه كتشمل عده محاور منها يعني الاناتومي على الالتهابات يعني الرئويه التهابات، دونك يعني كيفاش ان المساعد الصيدلي ممكن ان يؤدي واحد مساعده للمريض، وحنا كنوجهوه وكنعطوه نصائح وكنديروا معاه متابعه ومن خلال دورات تكوينيه. وتطرقت الدوره التي نظمت من قبل جمعيه الاخوه للمساعدين بصيدليات مدينه برشيد وبتنسيق مع المختبر المذكور الى دور مضادات نزلات البرد والزكام والالتهاب في القصبه الهوائيه. وأعطى البروفيسور شروحات جديدة ومختلفة عن مشكل الاستنشاق وكل ما يتعلق بالقصبة الهوائية. هذه دورة تكوينية كتزيد تساهم في تثقيف المساعد التقني بالصيدليات ديال الإقليم، وبالنسبة لنا هذه كنتزادوا في التكوين ديالنا وفي المعرفة ديالنا في الجديد ديال الأدوية والمستجدات ديال جميع الأدوية الجديدة. الدورة من خلال الدورات والدورات اللي سبق لنا عملناها هي دورة تكوينية وتثقيفية لصالح المساعدين التقنيين بمدينة برشيد، بحيث أنها تنحاول أن نقيموها كل شهر لتمكين المساعد التقني بالمعرفة، بحيث من تتقام هذه الدورات. وبهذه المناسبة نوجه النداء الشكر لجميع المختبرات اللي تتساعدنا وتتساهم معنا، لانه تتحمل المشاق انه باش ديبلاصا من مدينه الدار البيضاء ولا من مدينه الرباط باش تجي لبرشيد، هذا شرف لنا وشرف لجميع المساعدين التقنيين بمدينه برشيد، بحيث انهم في ما كاين شي جديد تنتوصلوا به، دائما تنكونوا على صله بجميع احدث منتوجات الصيدلانية. وفي الأخير تم توزيع مجموعة من الهدايا الرمزية على الحاضرين من لدن المختبر الذي أشرف على هذه الدورة.